أنا اسمي إيهاب، إيهاب أحمد، معروف بالجليل. بلشت بالمسرح من وقت ما تعرفت على اسم. أنا بلشت بهواية شخصية. أنا بلشت مع الوالد يعني من صغري. بلشت بالتصوير، بالتصوير الأعراس، تصوير الموديلينج، تصوير كذا. بلشت من صغري، وسافر الوالد يعني على كندا. لما سافر يعني بلشت أنا أنطلق لحالي. فبالنسبة للمسرح، فإجا عندي الفنان قاسم اسطنبولي بمسرحية، أصوره مسرحية. من هون بلشت علاقتي مع قاسم، تصور كرفقة كتيرة. كان قاسم لحاله هو يعني يعمل بالمسرح، كان يتعب كتير. كنا نروح على بيروت نعمل عين بريسي، هو كان يعمل مسرح شارع، ومن أهم المسارح هي الشارع، ومن أصعب المسارح إنك تعمل لايف بالشارع. مين هن الأعداء؟ مين هن الأعداء؟ أنا رافقته كمصور، مصور لمصور يعني تغطية لإله، يعني تغطية لمسرحياته لأعماله. بساعده بشي، بقول له مثلا لما يكون هو يحفظ المسرح، يحفظه معي بالسيارة احنا ورايحين على المسرحية. لما كان يعمل المسرحيات كان يراجع بطريقة هيك، يعني براجعها بطريقة مضحكة. العاصمة طرابلس، وأيضا علينا الحفاظ على المناطق الجزائر. كان حلمه يأسس شيء، يحط بصمته بالبلد، انه يأسس شيء، بس ما كان حدا يساعده، يعني من وزارات من كذا ما حدا يساعده، ويطلع حسابه الشخصي. هو كان بلش يسافر على اوروبا بالنسبه للمسارح. راح على مسرح عالمي بالماجرو، على من 36 سنه عربي كان مش فايتها، مش داخل على المسرح بالماجرو. وقت رحنا كانت يعني رحله حلوه، ورحله كلها يعني مضحكه. كان يعملها بلغة العربية، يعني يضحك عالم إسبان بلغة عربية، بطريقة يعني من أصعب المسرحيات اللي كان يعملها هو. الصعوبة إنك تخلي أجنبي يضحك بلغة مش فهمانة. I forget one eating one sleeping. I hope one no die. عند العين وعالم راح. عند العين وعالم راح. الله عليك. عمرنا. عمرنا. الله عليك. سهرت. سهرت. سهرت لفرح. سهرت لفرح. وعذبك. وكان حلم بيني وبين قاسم انه نوصل لمرتبة توصلنا انه العالم تفهم الثقافة بلبنان، لانه ما في ثقافة بلبنان او بسور بالأرض. يعني كان حاول انه يوصل الفكرة انه في عندنا ثقافة بلبنان. انا استفدت كتير من روحتي للجزائر، إسبانيا، بلبنان، بجميع أنحاء لبنان، نبطية، طرابلس، سور، بيروت. صراحة أنا استفدت منه كتير، وهو استفاد، يعني هو كمان برحلته استفاد كتير، يعني أعطى خبرة أكتر لإلي ولإله. هو كان يحلم لحاله، صار حلمين بيني وبين قاسم. فتطور لما شاف انه الحلم بلش يتطور، فصار يمشي اكتر ويشتغل اكتر. بعدين لما فتح اول مسرح صار كذا حلم، مش بس حلم واحد، صار في شباب عم تحلم وبتمشي بالمسيرة الحلم اللي هو عم بحلم فيها. ولما كبر فتح سينما الحمراء، كبر الحلم اكتر واكتر. ولما فتح سينما ريفولي صار الحلم أكبر وأكبر، وعم بتطور أكتر وأكتر، وكل ما أنه بكبر
قاسم لما بلشت رحلته كنا يعني هي الرحلة كتير حلوة، كان يتذكر وكان نقعد أنا وياه يعني يقول لي إن شاء الله بصير بحقق حلم بي وحلم عمي وحلم كتير من قرايبه، وهو بحب بيه كتير إنه يشوفه هيك كمسرح، وحقق الحلم هو لما كنا نقعد مثلا بإسبانيا، لما كنا نقعد بالجزائر يقول لي إن شاء الله يصير عندي سينما وأتطور أكتر وأكتر ويوصل صوتي. وأكيد يعني بالنسبة لفتح سينما الحمراء وفتح سينما ريبولي هذا كتير 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 منيح، وساعده وريحه بالنسبة لقلبه وحلمه. يعني بلش حلمه هو من سينما من السينما القديمة اللي كانت بالأثار، قريبة على الأثار. هديك ابتدأ بشغل صغيرة وكبر. الإنسان ما يستعجل بحلمه، يمشي درجة درجة والسلم طويل. بالنسبة للسينما للسينما ريفولي هي عم بتعمل أحلام العالم، يعني أحلام عم بيجي الطالب بتعلم فيها، وهذا كتير منيح عم بيساعد. زمان ما كان فيه، يعني قبل ما كان في سينما، ما كان في ثقافي، ما كان حدا كان حلم من إني يمثلوا بمسرح. هلأ مفتوح للمسرح، هذا كتير منيح بأي وقت بأي أي شخص حابب يعمل فيلم، حابب يعمل مسرحية، حابب يقدم نفسه إنه يتعلم ويتقوى بالمسرح. الله يقوي يعني طبعاً الأساتذة اللي عم تعملها فري، عم تعملها مجاني للمسرح، وأكيد هني عم بيساعدوا من قلبن، لأنه أنا عم بشوف مثل ما عم بشوف عم بيساعدوا من قلبن، مش عم بيساعدوا والله إجينا علمنا شغلات صغيرة وخلاص تركنا الطالب. والطالب مش عم بترك لأنه عم بيستفيد باللي هو عم بيقدمه. صور والأهل صور وحالة صور بتستحق كتير. نحن هون حالة العلم وحالة السعادة وحالة الفن، بنعاد عليكم جميعا. بالنسبة لهي الجمعية واصلي لكتير بلدان، لما عم بيجيك فيلم من هاي البلدان يعني انت عارف حالك انك وصلت انت للعالم كله، مش بس للبنان او بس للعرب، لا انت واصل، انت واصل، اسمك واصل كجمعية، اسمك واصل بجميع انحاء العالم. وبالنسبة للعالم اللي عم تشتغل طموحها ان عم تشتغل بهاي الجمعية، أنا عارف إنه هن عم بيوصلوا كمان وعم بيستفيدوا كتير من هاي الجمعية، وهذا كتير شيء منيح لإلن وللجمعية. بالنسبة لإلي أنا فخور كتير طبعاً إنه أنا كنت مع قاسم وبعدني مع قاسم. أمنياتي كل واحد يحقق حلمه، بس يمشي يعني يمشي وراء الحلم ليحققه.